يا صباح الفخر بمصدر الفخر لينا كلنا كمصريين وكعرب وكأفارقة، يا صباح المو صلاح اللي مصيطنا في كل المحافل الدولية، اللي مفرج علينا العالم بالمعنى الحرفي للكلمة. ظاهرة كروية مصرية عالمية غير مسبوقة، أكيد هنتكلم في قطعية حلوة من حلقة النهاردة عن محمد صلاح وإنجازاته وعمايله. يا صباح الفل على كل حضراتكم، عشر الصبح في الأهلي وإن شاء الله تسعدوا معانا في حلقة النهاردة. صباح العسل. بص، هو زي ما قال لك آه وآه يا صلاح. آه وآه يا صلاح. بجد قفل الكتاب زي ما بيتقال، صباح النصر والفخر فعلا والخير دايما على حضراتكم متابعينا في كل مكان في العالم، عشر الصبح في الأهلي وحلقة جديدة. وزي ما كريم كده اتكلم، أكيد هنتكلم في يعني على مدار الحلقة كلها عن هذا الظاهرة الأسطورية التاريخية محمد صلاح. حقيقي يعني مش هنقول يكاد يكون هو أفضل لاعب في العالم يعني، ويستحقها عن جدارة يعني، تفاصيل كتيرة جدا وحاجات هنتكلم عنها، وإزاي الشارع الإنجليزي بعد المباراة يعني كان عامل، وإزاي الصحافة مش بس الإنجليزية العالمية اتكلمت عن محمد صلاح، يعني حاجة بجد يعني تدعو للفخر حقيقي. خلينا بس ننوه في البداية إن إحنا معانا فقرتين النهاردة. الفقرة الأولى مع كابتن عبد الله الزيات، مدرب كرة قدم بأكاديمية الأهلي، وهو أيضا مطرب ومؤلف أغاني وعمل أغنية جديدة عن الأهلي، فهنستمتع أكيد معاه. فقرة تانية عن الكرة العالمية والأستاذ أيمن جلبرتو مدير تحرير موقع يلا كورة. في بقى شق آخر، عاملين السؤال للسوشيال ميديا النهاردة، بنطلب من حضراتكم وجهوا رسالة لمحمد صلاح بعد أدائه الأسطوري أمام مان يونايتد، اللي انتوا عايزينه بقى، عايزين تبعتوا صورة، تعملوا إهداء، تعملوا كلمة يعني فيديو لمحمد صلاح، اللي انتوا عايزينه. احنا سايبين لحضراتكم يعني مطلق الحرية في هذا الشأن، لكن ابعتوا لنا. والفقرة الأخيرة السوشيال ميديا هنعرضها مع حضراتكم. طبعا امبارح اتكلمنا معاكم عن متعه المباريات في مختلف الدوريات الاوروبيه اللي اتلعبت امبارح، طبعا كل ماتش منهم يعتبر ديربي على حده، كنا متعشمين اننا هنستمتع، الموضوع وصل اللي هو ابعد بكتير بكتير، خصوصا طبعا فيما يتعلق بمواجهه كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح في ماتش مانشستر يونايتد وليفربول. اللي حصل امبارح كان حاجه ممتعه، وكالعاده محمد صلاح مصدر فخر وسعاده غامره لكل مصري وعربي وافريقي، حتى لو انت من مشجعي مانشستر يونايتد بالمناسبه، يعني استحاله ما تكونش فرحت بهاتريك فخر العرب، وانه بقى الهداف التاريخي للافارقه في البريمير ليج برصيد 107 هدف. نقدر نقول انه كان اعصار، مش مجرد ماتش عادي في كره القدم، لدرجه ان جماهير اليونايتد سابت الملعب قبل انتهاء اللقاء، يعني بلغه كره القدم كده هزيمه مذله لفريقهم. حاجة فعلا زي ما انت قلت يعني محترمة وخماسية نظيفة، وهزيمة تقيلة قوي بقى لو هنتكلم يعني لمان يونايتد، تتكلم على ملعبهم برضو. فلا على كل حال برضو خلينا نتكلم من شق ان احنا بنتعامل فعلا مع اهداف محمد صلاح، لان هي حاجة يعني طبيعية ومعقولة، يعني احنا بنتكلم في راجل رفع او رفع سقف طموحنا لدرجة عالية جدا، وانك توصل وتبقى المرشح الاول كمان للفوز بالحذاء يعني الذهبي في الدوري الانجليزي، بنتكلم للمرة الثالثة مش الاولى ولا الثانية بعد هاتريك امس، فحاجة كانت يعني محترمة جدا جدا جدا. وفي كلام كتير جدا بقى عايز برضو الواحد يتناقش فيها كريم. طب يعني ما تيجي كده تذكر محمد صلاح، هو البعض يقول لك طب هو الأول في إيه؟ لا هو الأول في حاجات كتيرة جدا، يعني هو الأول كهداف الدوري الإنجليزي، هو الأول في التسديدات، هو الأول في صناعة الفرص، هو الأول في الحصول على فرص محققة، هو الأول في التمريرات البينية الصحيحة، يعني حاجة تقيلة قوي. وبعدين في بقى تفاصيل تانية برضو عايزين نقولها لحضراتكم، يعني أنت بتتكلم دلوقتي برضو 107 هدف محققهم، يعني اعتقد ما فيش اي لاعب تاني افريقي او هو عدى الطموح زي ما بيتقال، ففعلا قفل الكتاب زي ما بنقول، واعتقد هو فعلا لازم ياخد افضل لاعب في العالم من غير بقى اي حسابات تانية ومن غير اي يعني توصيات اخرى. احنا بنتكلم فعلا محمد صلاح فعلا قصر التاريخ في يعني ارقام كتيره جدا قياسيه، فيستحقها. بتهيألي يعني هو جدير بكل يعني المقاييس للحصول على جائزه احسن لاعب في العالم، واعتقد ان الجائزه دي اصبحت يعني ايه الى حد كبير قريبه جدا من محمد صلاح، طبعا برغم قوه المنافسه مع الناس اللي بيتصارعوا معاه على الحصول على هذه الجائزه وهذا اللقب. لكن الحاجه اللطيفه جدا في الموضوع ان محمد صلاح يعني من زاويه ثانيه بقى رؤيه الامور، وبعيدا عن الملاعب، انا بتكلم على فكره ان محمد صلاح باللي بيعمله ده، بالامتاع اللي بيمتعه للعالم كله كل ماتش وكل مباراه، الحقيقه يعني اصبح هو خير مسوق لكره القدم المصريه، ناهيكم عن مصر ككل، انا بتكلم حتى في عالم كره القدم تحديدا، مفيش احلى من كده تسويق لكره القدم المصريه من خلال اللي بيعمله اللاعب الجميل محمد صلاح.
فعلا فخر العرب وفعلا خلى كتير جدا من الناس حتى يبتدوا يتكلموا عن الدوريات المصريه وعن مصر ذات نفسها اللي انجبت هذا اللاعب الفذ الاستثنائي. فالحقيقه كل التحيه ليه، كلنا متشرفين بالاداء الراقي الممتاز اللي بيعمله محمد صلاح. يعني حاجة فعلا يا كريم رائعة. وعايز أقول لك بقى لقطات امبارح ناس وقفت عندها، وفكرة هنا كريستيانو ورونالدو واللي صلاح عملوا فيه، يعني لا امبارح حتى رونالدو في الملعب كان باين عليه قد إيه هو مستاء أو في غضب، في يعني ودي مشاعر طبيعية برضو خلي بالك. يعني طبعا هو رونالدو برضو أسطورة كبيرة جدا، ويجي حد ياخد الأضواء بشكل يعني فظيع زي ما احنا شفنا، نقدر نقول فعلا صلاح أخرج كريستيانو كمان وميسي من المنافسة. يعني امبارح لو حضراتكم تشوفوا الجماهير وهي بتهتف وبتغني لمو صلاح، كان في زلزال كده في المدرجات وفي الاستاد، حقيقي يعني كانت ممتعة جدا. ده لو احنا هنتكلم لمشجعي ليفربول، لو هنروح لمان يونايتد كانت حالات من الحزن والزعل الشديد، وفي ناس بكت فعلا. وعايز اقول لحضراتكم طبعا زي ما تابعتوا في ناس سابت يا كريم الاستاد ومشيت قبل ما المباراة كمان يعني تنتهي. فلا في حالة محمد صلاح عملها، فبجد بجد حاجة كانت مدعوة للفخر، مش أي فخر. يعني أعتقد محمد صلاح هو فخر للقارة السمراء كلها زي ما بيتقال. لكن إحنا برضو مش عايزين كلامنا عن صلاح يخلينا نبعد شوية عن ما حدث في مباريات برضو أمس يا كريم، خاصة أننا بنتكلم هزيمة المان يونايتد بخماسية، يعني حاجة تقيلة برضو قوي. ده جداً فريق مش جداً يعني مش فريق صغير يا جماعة. وهزيمة كمان لو هنروح على الصعيد الثاني يا كريم برشلونة من ريال مدريد برضو اللي حضراتكم تابعته، يعني حاجه غريبه قوي. وده اللي خلينا بقى نروح للمديرين الفنيين، واحنا اتكلمنا في ده الاسبوع اللي فات يا كريم، سولشاير مع اليونايتد وكومن مع البارسا، يعني مصيرهم ايه؟ هل فعلا زي ما البعض بيتوقع في رحيل ليهم في الفتره اللي جايه ولا لا؟ خصوصا يعني الجماهير فعلا 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 في حاله غضب عارمه. وعلى كل حال يعني دي الصوره الى حد ما، لكن في تفاصيل كتير جدا هنتكلم فيها في فقرتنا الحواريه مع الاستاذ ايمن جلبرتو، لان في كلام لازم كلنا نعرفه برضو ونشوف العالم كمان قال علينا ايه. ما تيجي نشوف العالم قال علينا ايه؟ طب ده العالم قال ولا يا ست الكل. تعالوا كده ناخد نظره سريعه والله على الصحف العالمية وازاي برضو استعرضت في يعني او استعرضت المانشيتات الحديث عن فوز صلاح. خلونا نبدأ بسبورت 24 مثلا على سبيل المثال. المانشيت بيتكلم محمد صلاح هيتس هاتريك از هيستوريك ليفربول هيوميليت مان يونايتد، يعني محمد صلاح بيحقق الثلاثية التاريخية إذلالا للمان يونايتد. بصراحة هو ده كان الوضع امبارح، يعني لا يعني مش كده، عارف اللي هو مش كده كتير. من الجارديان محمد صلاح برضو هيتس هاتريك از ليفربول ثراش مانشستر يونايتد، يعني نفس المعنى ضرب مانشستر يونايتد او اداله الضربه القاضيه يعني زي ما بيتقال. في صحيفه اخرى انجليزيه بيتكلم محمد صلاح نتس هاتريك از رامبنت ليفربول كليم ريكورد وين ات مان يونايتد، يعني برضو محمد صلاح حقق ثلاثيه في الوقت اللي حقق فيه ليفربول انتصار يعني قياسي على مان يونايتد. خليني برضو يا كريم اروح معاك لميرور، برضو ما بيبعدش قوي محمد صلاح breaks another Premier League record during Liverpool's Man United route. بتكلم عن محمد صلاح رقم قياسي آخر يعني في الدوري الممتاز بعد هزيمة المان يونايتد. تقدري تقولي كده وضميرك مستريح أن محمد صلاح شبه وحد المانشيتات في كل وسائل والله تقريبا إلى حد كبير، يعني برضو في سكاي سبورتس مانشستر يونايتد 5-0 ليفربول 5 player ratings as نابي كيتا and محمد صلاح star Ahmed Gifts from هاري ماجواير لوك شو اند كو. من جريده فوتبول محمد صلاح بريكس امبرسيف بريمير ليج ريكورد هيل باي تشيلسي ليجند ان مان يونايتد كلاش. محمد صلاح يعني كسر الريكورد المذهل اللي كان محققه قبل كده لاعب تشيلسي، ده طبعا من خلال مباراته امام مانشستر يونايتد. اندبندنت بتقول مانشستر يونايتد فيرسس ليفربول بلاير ريتنجز محمد صلاح ناتس هاتريك، يعني بصي كله ماشي كله في سكه الا كريستيانو رونالدو. كريستيانو بقى كان ليه تصريح، خلينا بقى نروح له معاه. عمل وقفه كده امبارح، يعني ايه وقفه مع النفس تقدري تقولي. وبرده تقدري تقولي ان برده في قدر كبير من الذكاء هو بيداري من خلال اللي كتبه ده مشاعر جواه. كتب قال الاتي sometimes the result is not the one we fight for، في بعض الاحيان النتيجه ما بتكونش هي اللي احنا بنحارب عشانها. sometimes the score is not the one we want
في بعض الاحيان السكور ما بيكونش هو الحاجه اللي احنا عايزينها. And this is on us, only on us. ده احنا المسؤولين عنه بشكل كامل, because there's no one else to blame. ما فيش حد تاني نقدر نلقي عليه اللوم. Our fans were once again amazing in their constant support. مشجعينا كانوا مره جديده كالعاده مبهرين في دعمهم الدائم لينا. They deserve better than this, much better, and it's up to us to deliver. هم يستحقوا احسن من ذلك بكثير بكثير, ودي مسؤوليتنا احنا اللي لازم نسلمهم طلبهم ده. The time is now, حان الوقت الان. بص كلام منطقي, ناس كتير يعني احترمت الكلام اللي هو قاله بالامس, لكن ده ما ينفيش اكيد هو بيشعر باستياء شديد جدا جدا جدا, لان كريستيانو من الشخصيات اللي هي لا تقبل الهزيمه. يعني معروف على مدار تاريخه هو لا يقبل الهزيمه, هو دايما شايف نفسه رقم واحد. حتى لما سئل قبل كده في لقاء صحفي قديم, يعني المذيعه كانت بتساله من افضل انت ام ميسي, هو قال لها انا ما بقارنش نفسي بحد, انا شايف نفسي الافضل. يعني فهو شخصيه برضو عظيمه جدا في كره القدم العالميه, لكن بصراحه امبارح اعتقد في ظاهره جديده, يعني مش بتظهر ولكن بتثبت يعني نفسها, فحاجه كانت مدعوه للفخر فعلا. ولو هنرجع بقى قبل ما نسيب الموضوع ده برضو لقصه هنا ليفربول, انت عارف برضو الترتيب دلوقتي الدوري الانجليزي, انت بتتكلم في تشيلسي وبعدين مانشستر سيتي وبعد كده ليفربول, فانت لسه رقم ثلاثة. فالبعض بيقول هل يورجن كلوب هيشتغل الفتره اللي جايه ان هو يصعد يعني ولا لا, ده المفروض منتظرينه من المدير الفني الخاص يعني بليفربول. وعلى الصعيد الثاني برضو بيتقال لك طيب زي ما انا قلت كده مانشستر يونايتد يعني وضعهم ايه مع المدير الفني الخاص بيهم, وناس كتير بتطالب كمان برحيله. كل ده برضو هنروح لتفاصيله. كتير من المدربين بقى اصبحوا على كف عفريت بالمعنى من ماتشات, تخيل. صحيح طبعا فعلا. على فكره من امبارح لغايه ما احنا قاعدين دلوقتي يا نهوان, مئات الالاف من المصريين مشيرين, طبعا شيروا كل اشكال الصور لمحمد صلاح في مراحل عمره المختلفه, بس الصوره اللي خدت يعني نصيب الاسد في التشهير, الصوره اللي كان فيها كان في لقاء سابق جمع ما بينهم كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح. والنظره يا نهار ابيض, شفت النظره كانت مش نظره, دي زغره. صح, زغره بالمعنى الحرفي, وبعدين بتقول كتير, يعني نظرته كانت بليغه قوي الحقيقه. انا بتفق معاك, بس برضو لو جينا قيمنا بقى الحقيقه, يعني مانشستر يونايتد مش الافضل حاليا ابدا, رغم ان هو عنده عناصر عظيمه جدا تكاد تكون الافضل في العالم من لعيبه, ولكن لا مش هو ده الاداء اللي احنا منتظرينه. حتى هو بصراحه يعني حق يقال امبارح مش ده الاداء اللي احنا نعرفه عن مانشستر يونايتد, حتى دفاعيا كمان ما كانش الوضع زي ما احنا نعرفه. حتى هو برضو كتير كانوا بيتحدثوا ان هو حتى مان يونايتد مش قادر ينافس الثلاث نوادي الاوائل يعني. فهنشوف على كل حال الفتره اللي جايه ايه اللي هيحصل, بس مفاجآت بتحصل. لقاء امبارح في ناس كتير جدا ما كانتش بتعتبر ان هم بيتفرجوا على مباراه بين ليفربول ومانشستر يونايتد, قد ما كانوا مقتنعين ان هم بيشوفوا مباراه ما بين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو. ده اللي احنا قلناه وتوقعناه, وشرفنا مو صلاح. صحيح, وشرفنا مو صلاح. طيب نروح بقى مع حضراتكم على موضوع مختلف. طبعا زي ما انتم عارفين شهر ربيع الاول دايما مرتبط معانا بالاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. هروح معاكم للاحتفاليه اللي نظمتها اللجنه الثقافيه, طبعا بالتعاون مع اللجنه العليا للجان في النادي الاهلي وتحت اشراف الاداره التنفيذيه, احتفال بالمولد النبوي الشريف. كانت احتفاليه رائعه الحقيقه بهذه الذكرى العطره داخل اروقه النادي الاهلي. هنشوف مع حضراتكم في خلال هذا التقرير جانب من هذه الاحتفاليه. اتفضل. بعد ما الشهر اللي فات عملنا صالون النادي الاهلي الثقافي وقعدناه مره ثانيه, وباذن الله هيستمر شهريا بتعليمات كابتن محمود الخطيب. النهارده في شمن في مولد النبي جايبين عرض, هو عرض عظيم وتاريخي, وهو عرض بيتكلم عن المولد في العموم لفرقه مسرح العرايس في البيت الفني للمسرح. وكان السيد وليد مبروك رئيس اللجان كان وجه بانه احنا نعمل حاجه في اليوم مولد النبي, وحاجه مختلفه يعني تسعد الكبار والصغيرين, ما تبقاش بس مجرد حاجه للارشاد الديني او كده فتبقى تسعد الكبار بس, لكن الاطفال ما يرتبطوش بيها. هذا العمل طبعا هو رابط الكبار ورابط الصغيرين ورابط اجيال قديمه جدا, لان هو تاليف صلاح جاهين طبعا والحان سايب مكاوي, وهتلاقي اعظم الاصوات اللي بتغني هي اغاني من اعظم مطربين مصر, فكل الناس مرتبطه بيه, كل الاجيال مرتبطه بالليله الكبيره.
ولما جالت الفكرة يعني أستاذ وليد مبروك يعني تفاعل معنا علشان نقدمها هنا في يوم مولد النبي، والحمد لله زي ما انت شايفة ناس متفاعلة والحمد لله يعني الأعضاء مبسوطين جدا منها. احنا اتكلمنا في نعمل ايه ايفنت بمناسبة المولد النبي، ففكرنا في فكرة عرض ليلة كبيرة مع الأستاذ وليد مبروك المشرف على اللجان، وأستاذ خالد وافق ورحب وترسلنا مع البيت الفني للمسرح، خدنا موافقتهم مع مسرح قرى العرايس ووافقوا وجبنا العرض النهاردة، والنادي تواصل وخلصنا الإجراءات كلها والعرض معانا النهاردة، والحمد لله إن احنا نجحنا في حاجة لطيفة جدا مختلفة عن العروض الميوزيكال وكده، إنه مسرح يبقى ليه علاقة بالمناسبة ومسرح مرتبط قوي بالشعب المصري. هو طبعا يعني النادي الأهلي ده يعني النادي كلنا بنحترمه وبنقدره، وأنا واحد من الناس، أنا أهلاوي طبعا، فأنا مجرد ما المكالمة جات لي أنا كنت في منتهى السعادة. ما اتكلمناش في أي حاجة، حاضر أوكي أنا موافق، أنا أنت الميعاد، بدأنا نجهز في الميعاد، قلت للناس الفريق العمل اللي معايا، الناس كانت سعيده جدا الحمد لله، جينا في الميعاد كان في تنظيم على اعلى مستوى بشكل كويس جدا، والحمد لله سعادتنا الكبيره في رد الفعل الجمهور اللي هو كان في منتهى السعاده، اللي هو ده بيسعدنا دايما، كل ما الجمهور بيبقى سعيد احنا دايما بنبقى في منتهى السعاده ان احنا رسمنا بسمه على وجهه، فالحمد لله. احنا حقيقي من اول ما انشأنا اللجنه الثقافيه واحنا حابين نعمل ده، بس كنت طبعا في فتره الكورونا وكده كانت الظروف مش سامحه، فاول ما الفرصه سمحت ومفيش فرصه احسن من المولد النبوي يعني ان احنا نعرض في حاجه زي كده، فبدانا فيه طبعا استاذ خالد جلال وكابتن محمود الخطيب دكتور وليد رئيس اللجنه العليا يعني في اللحظات الاخيره، وقدرنا نعمل ده الحمد لله، ويعني كان بمنظر كويس، حاجه كويسه بالنسبه كتعاون للاداره، يعني تعاون مع الاداره ان هم بيعملوا حاجه كويسه للاعضاء بمناسبه المولد النبوي الشريف، وكمان دي بتبقى لفته كويسه بالنسبه بتجمع كل الاطفال بتاعه النادي المتواجدين بيفرحوا بحاجات مسرح العرايس، ده تبقى حاجه جميله بالنسبه للاولاد كلها، والتراث بتاعنا التراث العربي والتراث المصري بتاعنا يعني بيقول ان الكلام ده كويس بالنسبه للاطفال وبيخلوهم يعني يتفننوا ويتشبعوا ان هم يتفرجوا على حاجه زي كده. بصراحه بريت حلو جدا، والكبار كانوا فرحانين بيه اكتر من الصغيرين، يعني كل الناس كانت ملمومه وكانت متفاعله قوي معاهم واحتفال حلو قوي بصراحه، ما اتكررش قبل كده يعني، والنشاط الثقافي حلو قوي في النادي والعلاقات العامه وايمين بدور حلو قوي. أوبرات الليلة الكبيرة ده أعتقد يعني حاجة هتفضل معانا مدى الحياة، يعني وإحنا أطفال بنتفرج عليه لما كبرنا شوية، حد دلوقتي بنتفرج عليه وحد دلوقتي بنستمتع بيه، فيالي كل يعني صح؟ رائع، ده عمل فني رائع وأجيال اتربت والأغاني حافظينها طبعاً كله. طبعاً خلينا نروح بقى لخبر آخر، وبنتكلم عن شهر أكتوبر اللي هو مرتبط دايما معانا باحتفالات أكتوبر وكمان فعاليات كتيرة بتقام هنا لإحياء ذكرى الشهداء. هنروح لفعاليات الدورة الثالثة لكأس الشهيد زكريا كمال لسباق القوارب الشراعية اللي بينظمه نادي يخت القاهرة ده سنويا لإحياء ذكرى الشهيد زكريا كمال قائد سرب الصخوري لسلاح الطيران المصري في حرب 6 أكتوبر عام 73 وكمان بطل الجمهورية في سباق القوارب الشراعية. خلينا نتابع. النهاردة عندنا فعاليات بطولة كأس الشهيد زكريا كمال، ودي بننظمها للسنة الثالثة إحياء لذكرى الشهيد زكريا كمال اللي هو كان من أوائل أو أول شهداء حرب 73 في العقيد طيار زكريا كمال في الطلعة الجوية الأولى، وأيضا كان من أبطال رياضة الشراع في النادي هنا، كان بطل الجمهورية في طراز فن. احنا بدأنا من 3 سنين في إعادة المسابقات اللي هي على كأس الشهيد زكريا كمال بعد ما كانت توقفت فترة طويلة، والحقيقة احنا بالسنة دي بنعملها، دي يمكن أكبر عدد من المراكب بيشترك فيها في البطولة دي، عندنا طرازين، طراز النايل ده المراكب للكبار، وعندنا الطراز الأوبتوميس ده مراكب للناشئين لغاية سن 15 سنة. بالنسبة لنا احنا زكريا كمال كان أستاذنا، يعني هو كان بيدربنا واحنا صغيرين على الرياضة دي، وطبعا هو بطل من أبطال مصر وبطل من أبطال الشراع، فمهم بالنسبة لنا ان احنا نحيي ذكرى ده حاجة. الحاجة التانية احنا من أهدافنا كمجلس إدارة نادي يخت القاهرة إحياء رياضة الشراع والعمل على انتشارها. أحد الوسائل اللي بنستخدمها لإحياء الرياضة وانتشارها ان احنا نعمل هذه احنا بنحتفل السباق بتاع النهاردة
معمول لغرضين. أول واحد الاحتفال بذكرى الشهيد زكريا كمال، وهو أول شهيد في مصر في حرب 73 وصاحب أول طلعة جوية، وهو عضو في النادي هنا الله يرحمه، وكان من أبطال الشراع. فإحنا بنحيي ذكراه كل سنة خلال شهر أكتوبر، وبنعمل كاس مخصوص لشهيد زكريا كمال، ودوت في نفس الوقت بيناسب اليوم القاهرة للمياه تحت رعاية وزارة الري. الحاجة التانية إن سباقات الشراع عامة بتدي للجميع وبخاصة الأطفال الصغيرين، بتدي لهم ثقة في نفسهم جامدة جدا، لأن هم بيكونوا في مركب لوحدهم خالص، ودول أعمارهم من 7 سنين إلى 13 سنة، وبيتصرفوا لوحدهم مع مراكب أخرى ومع هوا ومع موج ومع كورس سباق وبتاع. فدي بتديهم حسن التصرف، بيعرف يتصرف لوحده إزاي. ده بالنسبة للأطفال. يوم النهاردة يوم عزيز عليا، دي تالت سنة نادي يخت القاهرة يحتفل بكاس الشهيد زكريا كمال لرياضة الشراع. احنا كأسرة الشهيد بنحس بفخر شديد أثناء شهر أكتوبر. أنا والدي هو كان قائد الطلعة الجوية الأولى الساعة 2، كان بيشارك معاه في السرب الشهيد النقيب عاطف السادات. هما الاثنين استشهدوا سوا بعد ما كللت مهمتهم بالنجاح فوق مطار المليز في سيناء بعد ضرب قوات الدفاع الجوي الإسرائيلي. طلعنا انا طبعا انا هطلعنا بالفاصل الكلاسيكي بتاع زمان. براحتك. فاصل ونواصل. ايوه كده زي الفل. طيب خلينا دلوقتي نتابع اخبار النادي الاهلي فرق المختلفه، ومراسلتنا العزيزه سالة حامد هي موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالة صباح الخير عليكي، احنا سامعينك انا وكريم واكيد كل متابعي 10 صبح في الاهلي، اتفضلي. صباح الخير يا نهواند، واكيد بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه نادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد من 10 الصبح في الاهلي، وكالعاده طبعا هكون متواجده معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان طبعا اطلعكم على جميع اخبار الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي، واكيد الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر بيتسو موسيماني، واللي النهارده ان شاء الله هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات وهيعودوا مره اخرى يستأنفوا تدريباتهم على ملعب مختار التتش بكره ان شاء الله. وبعد التدريب هيدخلوا في معسكر مغلق، جميع اللاعبين والجهاز الفني بالكامل هيدخلوا في معسكر مغلق في مدينه الاسكندريه طبعا عشان يكونوا في اجواء المباراة ويستعدوا بشكل قوي لمباراة يوم الأربعاء أمام الإسماعيلي اللي هتكون إن شاء الله يعني في انطلاقة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، وهتقام في تمام الساعة 8 مساء على استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية. يعني طبعا خلينا نقول إن جميع لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني قفلوا صفحة يعني بطولة أفريقيا ومباراة الحرس الوطني، وعايزين يحققوا نتيجة إيجابية يعني في مباراة الإسماعيلي. فان شاء الله يعني جميع لاعبي النادي الاهلي هيواصلوا تدريبات بكره ان شاء الله عشان يحققوا نتيجه ايجابيه يوم الاربعاء، وكمان يعني يقدموا انطلاقه جيده في بدايه مشوارهم في بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. خليني بقى اروح لاخبار جميع الالعاب الاخرى، وهبتدي معاك يا نهواند وكريم طبعا بالفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده المدير الفني الاسباني مستر اجاستي بوش، واللي النهارده ان شاء الله يعني جميع اللاعبين عندهم تمرين من الساعه 2 للساعه 4 داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان يستعدوا بشكل قوي يعني لمباراة الذهاب في دور ال 16 من بطولة الدوري المرتبط لكرة السلة رجال، واللي هتقام يعني أمام نادي القناة بكرة إن شاء الله في تمام الساعة 6 مساء على الصالة دايما بتمرن عليها جميع لاعبي النادي الأهلي، صالة الأمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. كمان يعني ده بالنسبة لمباراة الذهاب. مباراة العودة بقى إن شاء الله هتكون يعني في نفس الشهر شهر أكتوبر، ولكن يعني هتقام يوم 29 من الشهر الجاري. وطبعا لو النادي الأهلي يعني فاز في مباراة الذهاب ومباراة العودة هيتأهل بشكل رسمي للدور الثمانية من بطولة الدوري المرتبط لكرة السلة رجال.
كمان خليني اتكلم شويه عن يعني كره اليد داخل النادي الاهلي والفريق الاول لكره اليد طبعا تحت قياده الكابتن طارق محروس. حاليا هم في فتره توقف دولي، ان طبعا كل المباريات في الدوري وجميع المسابقات متوقفه حاليا بسبب ان في يعني معسكر مغلق للمنتخب الوطني لكره اليد واللي ابتدى امبارح في المركز الاولمبي بالمعادي، واللي ان شاء الله يعني هينتهي في او يوم 6 من الشهر القادم، شهر يعني اللي جاي ان شاء الله. يعني خليني اقول لكم ان المعسكر ده وجميع اللاعبين متواجدين فيه عشان يعني يستعدوا بشكل قوي لبطوله افريقيا واللي هتقام في شهر يناير القادم 2022. فطبعا يعني مستر روبرتو المدير الفني لمنتخب مصر اختار 12 لاعب من فريق النادي الاهلي، وهم يعني طبعا بدايه من حراسه المرمى الثلاثي محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، وعبد الرحمن طه. كمان اختار عمر خالد كاستيلو وعمر سامي دحروج، عبد الرحمن فيصل، ومحسن رمضان، ابراهيم المصري، ومصطفى خليل، احمد عادل، عبد العزيز ايهاب زيزو، واخيرا احمد هشام سيسا. دول يعني ال 12 لاعب اللي اختارهم مستر روبرتو المدير الفني عشان ينضموا لمعسكر منتخب مصر استعدادا لبطوله افريقيا اللي هتقام في شهر يناير القادم. كمان كره اليد بنات وتحت قياده طبعا الكابتن يحيى يوسف، النهارده ان شاء الله عندهم تمرين من الساعه 8 للساعه 10 عشان يستعدوا بشكل قوي لمباراه بكره امام نادي 6 اكتوبر واللي هتقام يعني تقريبا ان شاء الله في تمام الساعه 4 عصرا يعني داخل ايضا مقر النادي على صاله الامير عبد الله الفيصل. ده طبعا بعد ما اداره النشاط الرياضي اللي طبعا يعني المتواجد فيها كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بعد ما خاطب الاتحاد المصري لكره اليد انه يتم تاجيل موعد المباراه من الساعه 6 للساعه 4 بعد ما يعني طبعا في مباراه لكره السله يعني النادي الاهلي والقناه في دور ال 16 تقام في نفس الموعد. وطبعا يعني كابتن رؤوف عبد القادر خاطب الاتحاد المصري لكره اليد ان هو يتم تاجيل المباراه من الساعه 6 للساعه 4 العصر، فان شاء الله يعني تقريبا المباراه بكره هتقام في تمام الساعه 4 عصرا على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. كمان استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه، الفريق الاول لكره السله السيدات تحت قياده الكابتن علي هاشم حقق لنا الفوز امبارح على نادي الزهور بنتيجه 80-27، وده كان ضمن منافسات بطوله دوري المرتبط لكره السله رجال. يعني طبعا يعني هوند وكريم كانت كل اخبارنا النهارده بالنسبه لجميع الفرق الرياضيه ومشوارهم في جميع البطولات، وطبعا الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر بيتسو موسيماني. والان العوده مره اخرى للاستوديو، طبعا الكلمه ليك يا نهوان، تفضل. تغطيه رائعه منك، شكرا جدا ليك يا سالا عليها، شكرا. نروح بقى على مقر جريده الوطن وزميلتنا العزيزه مريم سميح اللي هنتابع معاها اهم الاخبار والمانشيتات اللي موجوده في كافه الصحف والمواقع، واللي من ضمنها مانشيت ملفت جدا للانظار بيتكلم عن جماهير برشلونه اللي اعتادت بالضرب على كومان بعد نهايه المباراه وطبعا بعد الخساره امام ريال مدريد. هنعرف التفاصيل طبعا من خلال زميلتنا العزيزه مريم. ده حدوته كبير. والجدير بذكر هيكون ليها لقاء كمان مع الاستاذ محمد يحيى رئيس القسم الرياضي في جريده الوطن. مريم صباح الفل عليكي، وصبحي لنا على الاستاذ محمد وتفضلي سامعينك. صباح الخير عليك يا كريم، بصبح عليك يا نهواندو، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر جريدة الوطن. طبعا يعني زي ما انت قلت يا كريم، يمكن النهاردة أغلب المانشيتات معانا يعني بتتكلم عن The Great Sunday أو الأحد الكبير. يمكن كان في مواجهات كبيرة جدا مساء أمس الأحد، كان يعني كل أنظار العالم أو كل يعني أنظار الكرة العالمية بتتجه نحو مباراتي يمكن مانشستر يونايتد وليفربول وكمان برشلونه وريال مدريد. ولكن خلينا الاول نقول العناوين اللي هنتناقش فيها ان شاء الله مع ضيفنا العزيز الاستاذ محمد يحيى رئيس قسم رياضه بجريده الوطن. العنوان الاول من الوطن سبورت: نجوم ليفربول يدعمون محمد صلاح للفوز بالكره الذهبيه على طريقه لاعبي الريال. ومن روسيا اليوم: جماهير برشلونة تعتدي على كومن بعد خسارة فريقها أمام ريال مدريد. ومن صحيفة الشرق الأوسط: فيليب لام: إقامة كأس العالم كل عامين ستقضي على متعة كرة القدم وقوتها. وأخيرا من صحيفة الشروق: اليوم انطلاق دوري المليارات في نسخته الـ 63. طبعا هيكون معنا لمناقشة كل هذه العناوين الأستاذ محمد يحيى رئيس قسم الرياضة بجريدة الوطن. بصبح طبعا عليك على شاشة قناة نادي الأهلي، منورنا ومشرفنا. خلينا الأول نتطرق طبعا ل يعني محمد صلاح، يمكن كل الناس كانت بتتكلم بلغتنا كده
هو ايه اللي بيحصل ده يا صلاح، او ايه اللي هو بيعمله ده؟ يعني في بعد كريم بنزيما طبعا وترشيح زملاء ليه في ريال مدريد، في ترشيح ايضا من قبل زملاء محمد صلاح في ليفربول للفوز بالكره الذهبيه. يعني يمكن محمد صلاح بيتنافس مع ميسي، كريستيانو رونالدو، كمان ليفاندوفسكي، واكثر من 25 لاعب على الكره الذهبيه. شايف منافسه صلاح ازاي على الفوز بالكره الذهبيه؟ اهلا وسهلا بيكم في الاول منورين في جريده الوطن. يمكن امبارح محمد صلاح قدم قطعه فنيه من اللوحه اللي هو بيرسمها في اوروبا بقاله يعني سنوات. يمكن ده تتويج للي عمله امبارح محمد صلاح، ده تتويج للمشوار الكبير اللي هو ماشي بيه في اوروبا. محمد صلاح الناس كلها دلوقتي بتتكلم على هو الافضل في العالم. الحمد لله مصر بقى عندها لاعب بيتقال عليه دلوقتي هو ده الافضل في العالم. الناس كلها في ديبيت في الصحف العالميه كلها، محمد صلاح هو الافضل في العالم. بنتكلم على مقارنه مع واحد من افضل اللعيبه على مستوى العالم، كريستيانو رونالدو، لعيب اسطوري، او الناس كلها بتتكلم ان لاعب خارق. هو وميسي يعني انتشبل لعيبه، ما حدش عارف يعمل الارقام القياسيه اللي هم عاملينها ولا حد هيفكر يوصل لها. ولكن محمد صلاح كسر كل الكلام دوت. محمد صلاح امبارح بيتحدى رونالدو جوه الملعب، وبيقدر ان هو يسجل 3 اهداف وفريقه يفوز بخمسه، فبالتالي وفي اولد ترافورد، المباراه في اولد ترافورد، فبالتالي يعني اول مره من 18 عام يحصل حاجه زي كده. انا بس في حاجه بسيطه عايز اوضحها، ان منافسه ليفربول ومانشستر يونايتد يمكن هي الكلاسيكو الاقدم والاقوى على مستوى العالم. الاثنين دول هم اكتر فرقتين واخدين الدوري الانجليزي على مستوى جميع الفرق، بعيدا بقى عن مانشستر سيتي، عن تشيلسي، عن كل الكلام ده. تاريخيا المنافسه دايما على الدوري الانجليزي كانت بتبقى ما بين مانشستر يونايتد وما بين ليفربول. فالمباراه بتاعه امبارح مباراه مش سهله، مباراه تقيله جدا على مستوى انجلترا وعلى مستوى اوروبا، لان الفرقتين فرقتين كبار جدا. فبالتالي محمد صلاح لما يتألق في مباراة زي دي، وكمان محمد صلاح زي ما كان بيتقال من سنتين ان عنده عقدة قدام مانشستر يونايتد ما بيقدرش يسجل، ولكن للمباراة الثالثة قدام مانشستر يونايتد بيسجل اهداف. فبالتالي محمد صلاح بيفك كل العقد، بيحل كل الالغاز اللي احنا كنا دايما بنقول امتى هيبقى عندنا لاعب بينافس في الليفل ده، او بينافس بيخش ضمن اللعيبه المرشحه لافضل لاعب في العالم. لا، دلوقتي احنا مش داخل ضمن المرشحين، ده احنا الناس كلها وزمايله بالطالب ان هو يفوز بجائزه افضل لاعب في العالم، مش مجرد مرشح. يعني من سنتين كان مرشح، من 3 سنين كان مرشح، دلوقتي لا، الناس كلها محمد صلاح في قمه التوهج. الناس كلها بتقول ان محمد صلاح يستحق الفوز بالكرة الذهبية، يمكن الأرقام بتقول كده، الأداء بيقول كده، النتائج اللي هو محققها بيقول كده. لاعب للموسم الرابع على التوالي هو على قمة هدافي البريمير ليج، رغم مثلا الموسم اللي فات ليفربول ما كانش في أحسن حالاته، كان عنده مشاكل دفاعية، الفريق كان عنده مشاكل على مستوى الدوري، خرج بدري من دوري الأبطال. ولكن محمد صلاح الوحيد اللي كان بينافس على لقب الهداف في الدوري الانجليزي، هو كان الحسنه او الحاجه المضيئه الوحيده في فريق ليفربول. فبالتالي بنتكلم على الانجاز اللي هو حققه النهارده، او النتيجه اللي وصل ليها محمد صلاح. لا، هو مش من فراغ، محمد صلاح يستحق الفوز بالكره الذهبيه، يستحق الفوز بجائزه افضل لاعب في العالم. ممكن بعض الناس حاولت تقلل او تقول ان محمد صلاح مش بنفس المستوى مع منتخب مصر. يمكن شفت تصريحات لتيري اونري نجم منتخب فرنسا، اتكلم ان هو طبعا بينحاز لابن بلده بنزيما، ان بنزيما قدم اداء كويس مع منتخب فرنسا. لكن انا عايز اقول حاجه، هو محمد صلاح مع منتخب مصر عامل انجازات كبيره جدا، وصل بمنتخب مصر نهائي كاس الامم الافريقيه 2017، ووصل مع منتخب مصر لكاس العالم بعد غياب 24 سنه، ودلوقتي مع منتخب مصر طبعا واحد من العلامات المؤثره جدا ورقم كبير في منتخب مصر، بدليل ان اول مباراه لما محمد صلاح غاب عنها في تصفيات كاس العالم حصلت مشكله لمنتخب مصر، او شكل الاداء كان سيء جدا. وبالتالي لما شفنا محمد صلاح في مباراتين ليبيا، اي نعم ممكن الاهداف ما كانش هو الاساسي فيها، ولكن كان ليه دور فعال، وهو الدفعه القويه اللي خدها منتخب مصر كانت بوجود محمد صلاح. محمد صلاح مش شرط هو اللي يسجل الهدف، لان هو الناس كلها بتركز على محمد صلاح، ممكن يدي مساحه لاخرين ان هم يسجلوا اهداف تانية. فده اللي حصل في ماتشين ليبيا، وقدرنا نفوز بره ارضنا على منتخب ليبيا بنتيجه كبيره 3-0. فطبعا لا، محمد صلاح ليه دور كبير، وان شاء الله باذن الله يقدر يفوز بالكره الذهبيه. تمام. لو هنتكلم كمان ايضا عن مباراه برشلونه وريال مدريد، كلاسيكو اخر، يمكن الاعتداء من قبل طبعا جمهور برشلونه على رونالد كومان، طبعا يعني
أكيد دي مش أخلاق رياضية، سواء من الجمهور حتى لو كان في تدهور كبير في صفوف الفريق. يمكن كمان عايزين نتكلم عن هذا التدهور خاصة بعد رحيل ميسي. يعني خلينا نقول ان برشلونه والمشكله اللي عند برشلونه هي اكتر اداريه وماليه، مش مرتبطه بالوقت الحالي او بقبل كده، لا هي مرتبطه بالاداره السابقه بتاعه بارتوميو. كانت هي يعني عندها مشاكل ماليه، ده سببت ان الفريق دلوقتي ما قدرش يعمل تعاقدات كويسه، ما قدرش يعمل تعويض، او على الاقل قبل التعويض ان هو يبقي على لاعب زي ميسي. الاداره السيئه اللي مشت لويس سواريز مثلا عشان يروح اتلتيكو مدريد ويقود اتلتيكو مدريد للفوز بالدوري. طب انت دلوقتي لو كان ميسي مشي، المفروض كان تحافظ على سواريز مثلا عشان يبقى عندك بديل او عندك حد يقدر يشد الفرقه قدام بشكل كويس. ده ما حصلش في برشلونه. كومان انا شايف ان هو مظلوم، شايف ان هو ما عندوش امكانيات، ما عندوش لعيبه تقدر تساعده. يمكن الجمهور كمان معذور لان برشلونه مش متعود على النتائج ديت، وعلى جمهور برشلونه متعود على البطولات، مش متعود ان هو يبقى سابع وثامن في الدوري، مش متعود ان هو يروح يدخل مباراه قدام ريال مدريد وهو عارف ان هو خسران، مش متعود ان هو في تشامبيونز ليج بيخسر، مش متعود كل ده. يعني ده هو دايما داخل بينافس على البطوله، خلاص من بدايه حقبه ميسي وجمهور برشلونة مركز ان هو احنا بننافس على كل البطولات، سواء دوري سواء كاس سواء سوبر اوروبي سوبر محلي. فطبعا كل ده مش موجود دلوقتي، كل ده بتتكلم في لعيبة كلهم شباب. بديل ميسي لاعب يعني صغير في السن، انسو فاتي لاعب صغير في السن، حرام ان انا احمله حمل او عبء تيشيرت ميسي، ده صعب جدا. ميسي نفسه لما جه صعد للفريق الاول كان بيلعب جنب رونالدينيو، ما كانش بيلعب هو البديل رونالدينيو، وحتى وما مشيش رونالدينيو الا لما ميسي بقى هو النجم الاول للفريق. فبالتالي وكمان كان معاه ناس تانية، كان معاه سامويل ايتو، كان معاه جاله بعد كده زلاتان ابراهيموفيتش، ما كانش بيشيل الفريق لوحده. لكن انا حمل الفريق كله لفريق اللي لعب صغير زي انسو فاتي، اعتقد ده ظلم كبير في برشلونه. لو هنتكلم سريعا يا أستاذ محمد كمان عن فكرة إقامة كأس العالم كل سنتين، بتواجه يمكن احتجاجات ورفض كبير سواء من الاتحاد الأوروبي أو كتير من الاتحادات وكمان الأندية والمشجعين وبعض اللاعبين، شايفين أنه يمكن هذه الفكرة ممكن ترسخ فكرة أن كرة القدم بس يعني بتقام من أجل جمع الأموال، شايف إزاي فكرة إقامتها كل سنتين من 4 سنوات؟ اعتقد ان هي صعبه جدا، لان احنا بنشوف اجنده دوليه مزدحمه جدا، الانديه بتعاني بسبب الموضوع دوت لان عندها مباريات وعندها ارتباطات. الاتحاد الدولي عاوز يوفر مداخيل او فلوس كتير عشان يقدر يصرف على كره القدم، لان كره القدم اصبحت صناعه وهو ما قدموش غير استغلال السلعه اللي في ايده اللي هي لعيبه او المنتخبات. فبالتالي صعب جدا ان هو يحقق اللي هو عاوزه دوت في ظل بطولات انديه بتصرف او مرتبطه بالصرف على لاعبتها، فبالتالي مش هتقدر توفر فلوس لاعبتها إلا لو لعبت معاها، فبالتالي هتحصل مشكلة كبيرة. اللعيبة كلها معترضة. يمكن اتفرجت على انترفيو لتيبو كورتوا نجم منتخب بلجيكا ونجم ريال مدريد حارس المرمى. طبعا كورتوا اتكلم ان احنا مش آلات عند الاتحاد الدولي عشان يوفروا فلوس، يفضلوا دايما ضاغطين علينا وما بنقدرش ناخد فرص للراحة بشكل كافي. فبالتالي اعتقد ان الموضوع ده صعب جدا لان اللعيبة هترفض تكمل. شفنا منتخب بلجيكا لعبته في بطولة الامم الاوروبية الاخيرة، يعني بعد ما خسروا في مباراة قبل النهائي لعيبة مشيت من المعسكر، زي روميلو لوكاكو طبعا ساب المعسكر ومشي لان هو عاوز ياخد قدر من الراحة قبل ما يرجع لفرقته اللي بتديله مرتبه اوريدي. فبالتالي المشكلة كبيرة جدا وصعب ان يتطبق الاتحاد الدولي عايزه. أستاذ محمد يحيى رئيس قسم رياضة بجريدة الوطن، بشكرك جدا، نورتنا وشرفتنا على شاشة قناة نادي الأهلي. شكرا لكم، نورين. ده طبعا كان حوارنا وتحليلنا لكل العناوين الصادرة صباح اليوم الاثنين من داخل مقر جريدة الوطن، بشكركم جدا، الكلمة لكم مرة أخرى. شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة مريم سميح، وبنشكر أكيد ضيفك الكريم، ومكملين مع حضراتكم بقى ايه مجموعه جديده من الاخبار الرياضيه. دي حقيقه، بس انا عايزه ارجع تاني للخبر بتاع كامل بصراحه، يعني حاجه غريبه قوي. جمهور برشلونه مش طايق مناخيره اليومين خالص دول. خالص، بس يعني ما اعتدناش قوي يعني نشوف حاجه. هو طبعا في تعصب شديد جدا تحديدا كمان بين الجماهير في انجلترا ده يعني، وفي اسبانيا وفي اوروبا عامه، ولكن انا اللي عايزه اتكلم فيه يعني ما شفناش برضو الأسلوب ده، حد يعتدي على يعني مدرب دي جديدة أو يعني برضو برشلونة أنت بتتكلم في نادي عريق جدا وليه يعني شعبية وقيمة، أن أنت تشوف جماهير بهذا الشكل ده واضح أن هم زي ما أنت قلت جايبين محدش طيب جايبين.
طيب احنا كده فقرتنا يعني الاولى واللي هي الاخباريه انتهت، هنروح لفاصل، بس خليني انوه مره تانية عن سؤال السوشيال ميديا النهارده اللي بنتكلم فيه او بنقول لحضراتكم يعني وجهوا رساله لمحمد صلاح بعد ادائه الاسطوري بالامس امام مان يونايتد، اللي انتم عايزين بقى توجهوا له يعني قولوا له اللي انتم عايزينه بهاشتاج طبعا، وهنعرضه في الفقره الاخيره. فاصل ونرجع نكمل. الحقيقه مش من المعتاد اننا نقدم ضيف في اي برنامج عموما على انه مدرب كره قدم ومؤلف اغاني، ولكن هو ده الحال، ومش مجرد مؤلف اغاني، يعني في عالم كره القدم لعب، يعني مارس الرياضه ودرب كره قدم، في عالم الغناء والطرب كتب كلمات اغاني وكمان غنى. منورنا عبد الله الزيات، الشخصيه الاهلاويه جدا. ربنا يخليك يا استاذ كريم، صباح الخير، وسعيد جدا بوجودي مع حضرتك، اعلامي كبير وفنان حبناك في كل الادوار اللي حضرتك قدمتها يعني. سعيد جدا بوجودي مع الدكتوره نهاوند الاعلاميه الشيك الجميله الراقيه كلك زهره، ربنا يخلي حضرتك، نورنا، وده مكانك، وحضرتك من يعني ابناء النادي الاهلي وناشئين النادي الاهلي اصلا. فخلينا نبدا بقى من الاول كده ونعرف برضو ونتكلم في يعني النوستالجيا شويه وبدايه كابتن عبد الله الزيات، وبعدين نوصل لغايه كمان مدرب حاليا في الاكاديميه وكمان مؤلف اغاني. خلينا نبدا من الاول. هي بدايتي اكاديميه كره القدم كانت بيشرف على تدريبها كابتن ربيع ياسين وكابتن حماده مرزوق، طبعا اسامي كبيره في النادي الاهلي، وتم اختياره وجيت النادي الاهلي، قعدت فتره في الناشئين، وبعد كده بقى بدات يعني سلسله تجارب في دول كتير يعني. يعني كان ضيفكم الاثنين اللي فاتوا كابتن احمد سلامه، تزاملت معاه في الدوري اللبناني، كنا في نادي الشباب اللبناني، ولعبت في الدوري الاردني. انت عملت لفه حلوه وموريتانيا وحاجات زي كده. ولعبت، انا لعبت في ثلاث انديه في الدوري الموريتاني، يعني لعبت بطل الدوري الموريتاني في سينا وازيبو، ده بطل الدوري والكاس هناك، ولعبت في نادي الرياض، كان نادي لسه صاعد حديثا للدوري، ولعبت في نادي الميناء يعني. اوكي، اخر تجربه ليا. وامتع تجربه فيهم في الدوريات العربيه كانت بالنسبه لك ايه؟ يعني كل الدول العربيه اللي رحتها حقيقه حبيتها كلها يعني. انا كل شعب ليه مذاق خاص وليه طبيعه مختلفه، وكل الشعوب اللي انا رحتها كلها بتحب الشعب المصري، ويعني دي حقيقة. وده حقيقه يعني. فسعيد جدا بكل التجارب دي يعني. حلو قوي. وبعدين بقى بعد ما خلصنا كوره رحنا للتدريب، وده حال لعيبه كتيره كبار يعني وتقال. وبدايه التدريب كانت فين، ولا هي البدايه كانت في الاكاديميه عندنا؟ بدايه التدريب كانت في نادي جعلان العماني، كنت ماسك مراحل البراعم هناك، كان الناس مديني كل الصلاحيات في قطاع البراعم هناك. ورجعت الموسم اللي فات نظرا لتفشي فيروس كورونا هناك، فتم الغاء الدوري الناشئين للموسم الثاني على التوالي وللدرجه الاولى اللي كان اول موسم يعني. هم لسه حتى بادئين فترات اعداد الفتره دي. الغاء مش تاجيل، لا، الغاء، الغاء تام، الغاء تام لمده موسمين لدوري القطاعات الناشئين وللدرجه الاولى كان الموسم اللي فات، رغم ان كان في دوريات اللي هي الدرجه الثانيه هناك اللي هي المسمى عندنا هنا ممتاز به، كانوا وصلوا التصفيات الاخيره وكان باقي ماتشين ويبقى في صعود، ورغم كده خدوا القرار هناك وكل الانديه التزمت، كان الموضوع صعب هناك يعني. فقلت ترجع على مصر. فرجعت على مصر، وكنت يعني بشكر الكابتن شطة وكل اللجنة الفنية في أكاديمية كرة القدم، كلهم نجوم كبار وكتدريب وكلعيبة يعني، بدون يعني مش عايز أنسى أسامي كابتن خالد جد الله، كابتن أحمد عبد الباقي اللي باكن لكم الاحترام والتقدير، الكابتن إكرامي، الكابتن محمود صالح، الكابتن مدحت طه إسماعيل، الكابتن فوزي سكوتي،
كلهم مدربين كبار، وبشكرهم على ثقتهم فيا ان انا اكون متواجد في الاكاديميه الموسم ده. واحنا دايما بننال منهم الدعم والمسانده اللي بتخلي كل المدربين يقدروا يقدموا كل ما لديهم يعني. اكيد. بس انت يعني نقدر نقول ان انت انهيت مشوارك كلاعب مبكرا شويه، ولا الظروف والملابسات؟ لا انا 37 سنه دلوقتي، انا 1/12 الجاي. لا انت مش بس انت بطلت اللعب من فتره. لا انا بطلت الموسم اللي فات يعني. الموسم على طول. اللي فات كنت لا كده زي الفل، كنت في سلطنه. كان طمني عليك. بس كابتن احمد سلامه قال ان هو بطل 32 وعمره دلوقتي 36، فبرضه كان اخر موسم كان هو بيبطل، وكان انا جاي للدوري اللبناني. لو بتفرج علينا احمد سلامه شخصيه جميله جدا جدا جدا، وملتزم كمان يعني. قضينا موسم في لبنان ملتزم اخلاقيا جدا، ف كان بيبطل الموسم بتاع لبنان، وانا اللي رشحته هناك، وقدرت اقنعه انه يكمل موسم هناك، وما شاء الله قدر ينهي الدوري هناك هداف الدوري من الموسم الاول ما شاء الله. احمد سلامة هداف كبير ولاعب محترم يعني. ف حلو قوي. ف 37 سنه دلوقتي. لا كده ما بيبانش عليك خالص، بسم الله ما شاء الله. طيب عايزين نروح شويه بقى للاكاديميه، ونتكلم اكاديميه طبعا النادي الاهلي، ونتكلم عن الناشئين برضو، الناشئين النادي الاهلي. وزي ما احنا عارفين ده مصنع بيخرج لنا كل فتره نجوم كتيره جدا، واسامي كتيره اصلا كانت من ناشئين الاهلي صعدت وكانت يعني مدعوة للفخر حقيقي في النادي. لكن خليني أتكلم معاك برضو إزاي إحنا ممكن نخلي ده يستمر، ونتكلم إن إحنا يبقى عندنا كمان لعيبة كبار وتقال ويوصلوا للعالمية زي محمد صلاح. سؤال مهم جدا يا أستاذة نهواند. هي أكاديمية الكرة تأسست سنة 2006، أول فرع مدينة نصر. أكاديمية الكرة بنبدأ من 4 سنين، 14 سنة. هي أكاديمية الكرة مدرسة لتعليم أسس كرة القدم حسب وفق يعني النظم المتبعة في كرة القدم في العالم كله يعني. بنبدأ في يوليو وبننهي في إبريل. الأكاديمية بتضم أكثر من 15 فرع على مستوى الجمهورية، وعلى مستوى كمان الدول العربية يعني. الأكاديمية لها فروع في الإمارات ولها فروع في الكويت. أكاديمية النادي الأهلي أكاديمية كبيرة جدا يعني، والهدف منها زي ما الدكتور نهواند بتقول ان الهدف اللي هو بتدعم قطاع الناشئين من خلال الاكاديميه، ان انت بيتم عمل في كل اكاديميه بيتم عمل دوري خاص بالاكاديميه، وبيتم عمل دوري خاص بكل الاكاديميات، وكمان بيبقى فيه مباريات وديه بين الاكاديميه وقطاع الناشئين، وبيتم اختيار العناصر المميزه من قبل قطاع الناشئين بقياده كابتن خالد بيبو اللي مقدم نجاحات كبيره جدا في قطاع الناشئين، وقطاع الناشئين شهد طفره في وجوده ده حقيقه يعني. فالاكاديميه الهدف الاسمى ليها اللي هو تدعيم قطاع الناشئين. طب وعلى صعيد اللعيبه نفسها، العناصر نفسها يعني، طمنا كده على البراعم وعلى الناشئين، عشان برضو الواحد ايه بيطمن اللي جاي. لا احنا عندنا قطاع الناشئين ما شاء الله يعني 2003 يعني الكسبين المحل هناك 6-0 في اخر ماتش لهم في الدوري يعني. فقطاع الناشئين بقول لحضرتك يا استاذ كريم مع الكابتن خالد بيبو، الراجل ده يعني بيتأنى في شغله جدا، والقطاع الناشئين فعلا شهد طفره معاه يعني، حتى في اختيار المدربين مفيش مجاملات، كان في مدربين او في لاعبين، الراجل كل هدفه وشغله الشاغل انه يقدر فعلا يدعم الفريق الاول بلعيبه من قطاع الناشئين. نفس الحال في الاكاديميه، ان احنا هدفنا في الاكاديميه ان احنا يعني مش انا طبعا، اللي هي اللجنه الفنيه بقياده كباتننا الكبار الكابتن خالد جد الله والكابتن فوزي سكوتي والكابتن احمد عبد الباقي والكابتن شطة مدير الاكاديميه، بيتم اختيار العناصر المميزه، وبيتم مباراه وديه مع قطاع الناشئين، وبيتم اختيار العناصر الافضل يعني لتدعيم قطاع الناشئين. حلو جدا. وكمان دلوقتي احنا بنتكلم عندنا في الاكاديميه عن كره القدم النسائيه، فيعني يعني عندنا يعني تطرقنا لامور مهمه. هم فعلا وبتمرنوا بعدنا، وبشوفهم في بنات كتير مميزات، وحتى على مستوى المدربات. لا كابتن أميرة رحنا وصورنا معاها. كابتن أميرة شفت حضرتك هناك بجد؟ والله عظيم. الكابتن أميرة طبعا من هي كمان مدرب طبعا تحت قيادة الكابتن شطة طبعا، يعني تم اختيار مدربات عندهم خبرات كبيرة جدا،
كمان في بنات مبشره ان في مستويات كويسه جدا. واحنا في مصر عموما بدانا نهتم بالكره النسائيه علشان يعني احنا متاخرين في الحته دي قوي شويتين. متاخرين شويتين بس كويس ان تم تدارك الموضوع. بدانا نهتم والنادي الاهلي دايما زي ما معودنا نصباك. اتاخرنا بس احنا اللي ابتدينا يعني النادي الاهلي صباك يعني هو اللي خد الخطوه دي علشان يبقى عندنا منتخب قوي في الكره النسائيه. جميل. طيب في وسط الكوره دي كلها اللي احنا بنتكلم عنها ايه حكايه الفن بقى وتاليف كلمات الاغاني والغنى كمان؟ انا كان نفسي اغني النهارده بس صوتي رايح خالص يعني داخل على كده على فكره في بيتك والله يعني ما فيش مشكله لو حابب يعني في انا في اغاني اغنيه عاملها للنادي الاهلي وبلغت بقى الاستاذ ايهاب الخطيب وواخد موافقه المصنفات. ممكن اعمل تنازل للقناه عنها هي ما اتذاعتش في اي مكان. ده انا بهدل لو جهزناها طبعا. دي بهدل للنادي الاهلي وكان نفسي اغني النهارده بس صوتي رايح. طب قول لنا كلمات حتى هقول لحضرتك الكلمات دلوقتي بس فكره ان انا بكتب من زمان وانا صغير. عندك الهوايه دي؟ عندي الهوايه ان انا بكتب وما عنديش حته الاحتفاظ بالحاجات دي الله. فلما بدات اكتب اغاني والفكره دي جات لي في موريتانيا كتبت اغنيه كده وقلت مش هعرضها على فنانين يعني قلت اجرب انا يعني انا يعني ما عنديش الاستعداد ان انا اكلم حد وادخل بقى المرحله دي ان انا برشح له اغنيه وبعدين انت اللي كاتب فانفعالاتك هتبقى صادقه. انا اللي كاتب وبدندن يعني انا مش المطرب اللي هو الجامد قوي يعني اللي هو بدندن ويمكن ناس حبت صوتي يعني. جميل. فقلت اجرب الحاجات اللي بعملها فاخر حاجه عامل الاغنيه للريس اسمها اقوى رئيس. اقوى رئيس هو رئيسنا حبك ربك وحارسنا صاحي كده اقولها لحضرتك من التليفون عشان بنسى انا الكلمات. ماشي. واقول لحضرتك كلمات اغنيه الاهلي كمان يا ريت. الاغنيه اسمها البيت الكبير ده اهلي ده اسم الاغنيه. الاغنيه اسمها ده النادي الاهلي مكاننا والبيت اللي عشنا فيه ده كيان الاهلي كياننا بقلوبنا اكيد نفديه من يقدر يحب غيره ده الاهلي في كل بيت بدموع عيني بغني له ولغيره عمري ما بكيت اهلاوي والفخر ليا بهدي له قلبي اجمل هديه وانا لو عليا بدموع عينيا اكتب الاهلي على كل بيت. طبعا الاغنيه كبيره جدا ف جميل. فالفكره جات لي من هنا يعني انا ليه الاغاني حتى انا بقيت ما كنتش اعرف المصنفات الفنيه فبدات احتفظ بالكلمات اللي انا بكتبها لا اروح اسجلها في المصنفات علشان ده مهم جدا على فكره. يعني لاعتبارات كتير يعني لازم تعمل ده باستمرار كتيره فعلا. لا لازم وبكتب لمؤسسات يعني او لحد انا حابه يعني انا حابب الرئيس راجل وطني بدعمه في كل قراراته وشايف ان الراجل يعني محب لبلده جدا وشغال جدا 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 صحيح. وانا بقول الكلام ده على ارض الواقع بناء على ان انا سافرت دول كتير جدا ودول عربيه وشايف ان البلد بتتقدم مع سياده الرئيس. هو احنا ليه نسافر ما احنا عايشين هنا وشايفين كنا عايشين جداً. زمان ازاي ودلوقتي عايشين ازاي يعني أنا ابسط مقارنه يعني انا بتكلم يعني دي رساله للناس اللي هم مش شايفين مش شايفين ده صحيح. لا سياده الرئيس شغال جدا ومحب ووطني ولازم الكل يعي ده كويس ويكون واصل له ده كويس يعني. فانت كتبت اغنيه لسياده الرئيس وكتبت اغنيه للاهلي. كتبت اغنيه لسياده الرئيس وبرده بهدال لقناه النادي الاهلي مع موافقه المصنفات ولو القناه اعمل لها تنازل في اي وقت طبعا قناه الاهلي ده بيتنا فعملت اغنيه للاهلي وللرئيس. نورت بيتك النهارده يا عبد الله سعيد وشرفت وجودك معانا وان شاء الله نشوفك على خير. انا اللي بسعد دايما بحضرتك وان شاء الله نشوفك كده في ادوار كتير يا رب. سعيد جدا بوجودك انا ممكن ادوار برضه ما فيش مشكله نتجه للتمثيل. لا نورتنا بجد كابتن زياد وبالتوفيق ان شاء الله في الاكاديميه. ربنا يخلي حضرتك. تسلمي يا دكتور. فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل مع حضراتكم واخر فقره معانا قبل السوشيال ميديا والاستاذ ايمن جلبرت. الفقرة دي هنتكلم براحتنا بقى عن الدوريات المختلفة وأكيد الدوري الإنجليزي ومباراة أمس العالمية أو التاريخية ومحمد صلاح وكريستيانو رونالدو والمديرين الفنيين وكل حاجة تتخيلوها حضراتكم. بس خلونا نرحب في البداية بالأستاذ أيمن جلبرتو يعني اللي بينورنا دايما وبجد بنستفيد حقيقي من تحليلاتك كمان مختلفة. صباح الفل. صباح الفل والشرف ليا طبعا دايما أتواجد معاكم هنا في قناة النادي الأهلي. أهلا متشرفين وسعداء كالعادة بوجودك معانا. وخلينا نقول السؤال الأول ايه اللي مو صلاح بيعمله ده يا برنس؟ هو ايه اللي هو ما عملوش؟ خلاص
دلوقتي محمد صلاح تقريبا عارف بنقول له ايه، هو بقى اول واحد يعمل اي حاجة يعني اي حاجه يعني صحيح. خلاص الارقام نفسها هو الحمد لله تقريبا كسرها كلها، ودلوقتي هو بيبقى اللي هو ايه محمد صلاح اول لاعب يسجل هاتريك في اولد ترافورد مع ليفربول، اول لاعب يوصل ل 10 مباريات متتاليه في مسابقات مختلفه مع ليفربول ان هو بيسجل طبعا. النهارده هو الهداف افريقيا الاول في البريمير ليج، يعني لما تحطم رقم الاسطوره زي ديدييه دروجبا ده مش حاجه سهله طبعا. في الدوري الانجليزي يعني يمكن الوحيد اللي قريب منه ساديو ماني زميله، الفرق 7 اهداف، لكن يعني هيبقى صعب يعني لو هم مشوا بنفس المعدل هيبقى صعب ان ساديو ماني في المستقبل حتى ان هو يعني يكسر رقم صلاح كهداف افريقيا الاول في بريمير ليج. كل حاجه محمد صلاح تقريبا امبارح عملها في الماتش، عمل اسيست، جاب هاتريك، فريقه كسب 5-0، موجود في صراع الصداره يعني قريب من تشيلسي، ويعني هو ومان سيتي الثلاثه هم دلوقتي اللي في صراع بالظبط في البريمير ليج. فمحمد صلاح الصراحه هو فعلا الحاجه الوحيده اللي ناقصه ان احنا نشوفه هو يا اما بالبالون دور يا اما بذا بيست، حاجه اللي هي افضل لاعب في العالم هو اكيد يعني يستحقها، لو ما خدهاش نصيبه ما كانش موجود فيها السنه دي لاي ظروف تتعلق ب ان في لعيبه تانية خدت بطولات وليها كريدت في نهايه الموسم الماضي عن محمد صلاح، فاكيد لازم الارقام دي مع كاس الامم لازم المنتخب ان شاء الله يعمل حاجه تساعد صلاح ان هو يعني في المسيره دي ان هي تبقى تضاف ليه ان هو في لقب دولي، مع لو ان شاء الله المنتخب قدر يصعد لكاس العالم كل دي ممكن بقى عوامل تخلي ان في 2022 يبقى الموضوع محسوم، الا بقى لو في لو بنتكلم في تدخلات الميديا الاخرى في العالم او حسابات اخرى هي دي اللي ممكن يعني تبعده شويه. كلام محترم، وكمان هاتريك بتتكلم من 2003 على ضد مانشستر يونايتد لحد 2021، 18 سنه واخرهم كان رونالدو البرازيلي طبعا. هو اللي محقق ده لما كان مع ريال مدريد، فانت بتتكلم في حاجه برضو يعني بتكسر ارقام انت حتى بعد سنين طويله يعني حاجه. الصراع اصلا التاريخي ما بين ليفربول ومانشستر يونايتد بيدي اهميه للهات يعني الهاتريك ده نفسه بتسجل في اولد ترافورد، واللي هو الملعب اللي كان مع بدايه وجود صلاح في ليفربول كان بيتقال انه ملعب صعب على صلاح، او مانشستر يونايتد هو الفريق الاصعب اللي صلاح مش قادر يسجل فيه صحيح. لحد ما الاسيست الشهير بتاع اليسون لمحمد صلاح اللي جاب بيه هدف وفتحت الدنيا. النهارده صلاح تقريبا وصل لسبع اهداف في مانشستر يونايتد في مختلف البطولات، بيسجل هاتريك في اولد ترافورد للمره الثالثه، بيسجل في اولد ترافورد الملعب اللي هو مسرح الاحلام اللي بنقول عليه. فلا يعني صلاح زي ما قلنا هو بيجدد الدوافع لنفسه، وازاي انا السنه دي دايما اهدافه هتلاقي فيها حاجه ممتعه طبعا. يعني هو دايما صلاح معتادين عليه ان الراجل في الوينج بيخطف بسرعه وبياخد الانفراد بيحط الكوره بشكل معين او تسديدات معينه من خير، لا السنه دي هو نفسه عامل ده لم فرق يعني كتايب الدفاع في فرق بالظبط يعني مانشستر سيتي وفي ماتش واتفورد وفي اتلتيكو مدريد، يعني حتى اتلتيكو مدريد حاولوا يدوروا ان ميلنر هو اللي يتسجله، لكن لا في الاخر كان لازم يتسجل الهدف باسم صلاح. فهو يعني فكره ان هو بيجدد دوافع نفسه، والسنه دي حتى صلاح مرتاح نفسيا، تلاقي حتى تصريحاته بيتكلم بقى رجع بيتكلم كتير في الميديا هناك، وده حاجه على فكره كويسه ان هو يظهر بعد كل ماتشات مان اوف ذا ماتش بيطلع بتصريحات كلها كويسه، لسه عامل تصريح لشبكه اوروبيه وشبكه عربيه. الحقيقه جاذب لكل وسائل الاعلام طبعًا. ملوش حل، ومع كل انجاز جديد ومع كل رقم قياسي بيحطمه اكيد انظار العالم وبطبيعه الحال وسائل يعني التواصل الاجتماعي والصحافه الرياضيه كلها بتروح عليه. امبارح في ناس شافوا انه يورجن كلوب كان الى حد ما رحيم في الشوط الثاني، ان الشوط الاول اتسجلت 4 اهداف والشوط الثاني هدف واحد، في ناس قال لك ده كان ممكن يجيبوا اكتر من كده كمان. يعني بتبقى عارف حاله كده ساعات ان ممكن هم اكتفوا اللي هو حلو كفايه نريح حلو يعني الماتش 5-0 والامور ماشيه. بعض الماتشات قالت لك اذلال لمان يونايتد، النتيجه كانت يعني صراحه اتقالت يعني مانشستر يونايتد اتغلب قبل كده 6-1 من مانشستر سيتي في نفس، بس يعني النتائج اللي زي دي بتبقى صعبه. وكمان انا بقول يعني في صراع اصلا استثنائي ما بين ليفربول ومانشستر يونايتد، يعني صراع تاريخي من ساعه يعني سيبك من صراحه بالتاريخ احنا عايزين بقى رؤيتك انت الوان تو وان الله يفتح عليك. لا الوان تو وان رونالدو ونظراته وحركاته وماتش امبارح ده هيرجع انه يعمل عمل لمحمد صلاح الفتره الجايه. يعني هو امبارح صلاح خد الشو منه في الملعب طبعا هاتريك واسيست واداء، واخد الكوره من الملعب يعني
كل حاجه امبارح صلاح عملها. بتتابع بقى رياكشنات امبارح كريستيانو كان واضح ان هو يعني فاقد السيطره على اللي هو ايه يعني هو متنرفز ليه لان فرقته مش مساعداه اللعب بتاعه بان عليه اصلا هو المفروض ان هو في هذا الوقت كريستيانو يعني الناس حواليه هو الراجل اللي بيخلص لهم كريستيانو دلوقتي في المرحله بتاعت انا الفينشر بتاعكم انا اللي في الملعب انتوا يعني انا اللي بخلص لكم كل حاجه فالنهارده لقى فرقته عاجزه ان هي تعمل اي حاجه و3-0 في دقايق يعني ورا بعض 3-0 فطبيعي جدا هو يلاقي نفسه اتنرفز فيه كوره لما اتخانق مع اللعيبه في ليفربول في الشوط الثاني هو حتى الامور كانت صعبه فاكيد هو وكمان اللي هو عليه عيب ان هو مانشستر بقاله فتره واقع هو عايز يبقى هو سبب في ان مانشستر تعود تاني لفكره الالقاب سواء اوروبيا او محليا هو كان متوقع كده اصلا بعد ما جه بس ما هي المشكله مش في كريستيانو خالص يعني هي المشكله في الاداره الفنيه وهنا دي نقطه لازم الناس تركز دايما فيها بتكلم عن سولشاير يعني بالظبط المدرب ده جزء مهم في الكوره اكيد الناس فاكر زمان كان يقول لك ده اي حد يجي يدرب الاهلي الفرقه اللي مع مانويل جوزيه دي هياخد بيهم بطوله هو بيحاول يقلل من الدور اللي بيعمله مانويل جوزيه لانه بيكره مانويل جوزيه لكن النهارده مانشستر يونايتد هل مانشستر يونايتد فريق ما فيهوش نجوم ده في نجوم افضل نجوم العالم يعني من افضل لعيبه العالم برواتب خياليه صحيح. يعني فالنهارده ان المدرب مش قادر يسيطر فنيا على المجموعه دي ومش قادر في الثلاث سنين اللي فاتوا ياخد معاهم بطوله كبيره وارد يمشي زي ما كومن هو كمان وارد يمشي بس واضح ان مانشستر يونايتد الاداره هي خلي بالك ان فكره برضه في اوروبا بيحاولوا ان هم يقللوا المشاكل بتاعت الشروط الجزائيه والعقود لان الانفاق كبير جدا ومانشستر يونايتد تحديدا في السنين اللي فاتت غير عدد كبير من المدربين يمكن اشهر طبعا تغييره كانت بتاعت فان جال الراجل كان قاعد في بيتهم فتره من فتره طويله وقال لك انا مش هدرب لحد ما استكفي من الراتب اللي انا لسه باخده من مانشستر يونايتد فهم اقالوا مدربين كتيره فاكيد ده عبء عليهم فما يعني اعتقد ان هم مستنيين كارثه ثانيه يعني هم اكيد مستنيين كارثه ثانيه او اللي حصل امبارح بالظبط الكومان الدنيا برده مختلفه لان برشلونه عندهم ازمه كبيرة في كنادي يعني النادي نفسه عايش في أزمة فإن هو يقيل كومان حتى المدرب اللي هيجي بعد كومان هي المشكلة نفسها في النادي النادي نفسه عايش مشكلة ده كومان اتضرب امبارح من الجمهور جماهير هيحصل ايه تاني الإدارة ممكن يعني ممكن الضغط الجماهيري يخلي زي في فترة اعتقد انا مش متذكر يعني مش متذكر قوي اسم المدرب ولكن في السعوديه كان بيلعبوا السوبر الاسباني بالنظام الجديد في السعوديه الجمهور السعودي هو المحب لبرشلونه كان السبب ان هو يمشي انا مش قادر بس الاسم بتاعي بس كان قريب رغم ان كان في اسبانيا الناس بتنتقد المدرب وبرشلونه نتائجه وحشه ولكن لما راح السعوديه ولعب المباراه بتاعت السوبر الاسباني وخسر وكان الشكل مش كويس الجمهور هناك بقى لانه زام عليه بزياده فالموضوع اتضح ليه ان دي حاجه عالميه فمشوه فممكن كومان يعني يستنوا عليه شويه ويمشوه لان برشلونه اصلا عنده مشاكل اكبر بكتير من هي مشكله مدرب هي مشكله صحيح. في هويه النادي لازم يستعيدوا هويتهم مره ثانيه عشان خاطر يستعيدوا الفتره الذهبيه اللي كانوا عايشينها صحيح طيب لو رحت لليفربول تاني ومحمد صلاح وبنتكلم العقد مع ليفربول المفروض هينتهي 2023 ولسه في حديث ومطالب يعني امبارح كانت بالذات تحديدا يعني وهاشتاجز اللي هو جدد لصلاح بالراتب ارفع بقى سقف حتى الرواتب باللي صلاح يؤمر بيه فبرضه عايزين نتكلم عن النقطه دي طبعا هو ده الملف الاكبر دلوقتي في ليفربول مفيش ماتش بيعدي الا وكلوب بيتسال صلاح هيجدد له ولا لا صلاح فلدرجه انه فتره يعني هو قال لهم اوف ما عنديش اجابه يعني انا ما اعرفش ده مش موضوعي واخر تصريح ليه هو قال انا عارف كل الموقف بالكامل وعارف ان صلاح عايز يكمل معانا وعايز يعتزل بالظبط ولكن هي الفكره كلها فعلا في توفير الراتب صلاح اكيد هو دلوقتي طموحه ان هو يوصل ان هو يبقى من اعلى الرواتب في البريمير ليج في مانشستر زي ما قلنا يعني كريستيانو رونالدو يعتبر مش اعلى لغايه دلوقتي لا هو حتى هو يعتبر حاليا هو مش اعلى حتى راتب في ليفربول اعتقد فان دايك بيسبقه فهو اعتقد عايز يقرب من على الاقل يقرب لكريستيانو رونالدو طبعا المبالغ اللي اتطرحت في الاعلام ان هو 500,000 استرليني شهريا او اسبوعيا ده طبعا اكيد يعني الامور هتبقى يعني اكيد هيقلص مفاوضات يعني في مفاوضات ولكن ليفربول ما اعتقدش ان عنده اي خيار غير انه يجدد لصلاح لان لو هيفقد صلاح هو مش هيعرف يجيب لاعب بحجم صلاح طبعا. الا بمبالغ كبيره فاكيد الاستثمار في صلاح افضل لليفربول من انه
يستنى ان صلاح يمشي ويدور على لاعب تاني. جميل. طيب تعالى بقى نلف لفه كده على الماتشات الحلوه بتاعه امبارح في الدوريات المختلفه. تحب نبتدي من فين؟ كلاسيكو. يلا. هو طبعا الكلاسيكو امبارح الناس اكيد الشغف بالكلاسيكو قل بشكل كبير عن السنين ال10 و15 سنه اللي فاتت وجود كريستيانو وميسي. وكمان مش كانش بس كريستيانو وميسي في برشلونه وريال مدريد، كان ريال مدريد فيه كل سنه تلاقي عندك اوزيل، دي ماريا، في راموس، في فتره بقى قبل كده لما كان في زيدان ورونالدو، وفي برشلونه الفتره بتاعت نيمار وميسي وسواريز وجريزمان، في انيستا وتشافي. يعني كان اصلا الكلاسيكو نفسه حاجه رهيبه، الناس كلها بتستناه. مسمينه كلاسيكو الارض. الارض يعني فعلا طبعا. الناس كانت في اي وقت الكلاسيكو هتلعب الناس قاعده مستنيه في كل بس بقى باهت بقى سنه ورا سنه الدنيا قلت لحد ما كريستيانو مشي، فلسه ميسي هو اللي شايل الدنيا. كمان دلوقتي في غياب ميسي مع اداء برشلونه الكارثي، مع ان ريال مدريد نفسه مش في افضل حال ممكن، فلا الكلاسيكو قل كتير كمتابعه بالنسبه اللي هو ايه الشغف بتاعه. ولكن يبقى كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونه، يعني ريال مدريد سيطر كنتيجه على الامور. بنتكلم ده رابع كلاسيكو على التوالي ريال مدريد يقدر يحسمه، لأول فوز لأنشيلوتي في ملعب كامب نو. برشلونة حاول ولكن ده آخر برشلونة، يعني هو ريال مدريد حتى بالمرتدات قدر ان هو يخلص الأمور، رغم ان كان ممكن كمان ريال مدريد يخلص بأكتر من كده. ولكن زي ما قلنا إمكانيات الفرقتين دلوقتي بتخلي ده الشكل الأفضل شكل ممكن نشوفه للكلاسيكو. برشلونة وضعه في الدوري صعب، أكيد يقدر يعني مع توالي المباريات يتجاوز هذا الامر. ريال مدريد عنده فرصه ان هو لازم يرجع يبعد بالليجا تاني عن، ويعني يوسع الجاب اللي برشلونه قدر يقربها في اخر 15 سنه. ولكن دي هتتوقف على ريال مدريد نفسه واداره النادي فلورنتينو بيريز هيعملوا ايه. ده اللي هنشوفه بقى، يعني ما اعتقدش برده الموسم ده، اعتقد من بدايه من الميركاتو الجاي هنشوف فكر بيريز ايه لشكل ريال مدريد عموما. يعني طب ممكن نروح لدوري الابطال شويه واسالك عن تحديدا البايرن، وبرده لو هنروح لباريس سان جيرمان الخطوات لحد دلوقتي بتشوفها ازاي؟ يعني في الشامبيونز ليج باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ماشيين كويس. يعني طبعا يعني بايرن بياكل زي ما بنقول كده بياكل المنافسين بتوعه الارض واليابس. باريس سان جيرمان برده كنتائج لو كان تعادل مباراه كسب مباراتين منهم مان سيتي، فهو ماشيين بشكل جيد. يمكن باريس في الدوري رغم ان هو متصدر لكن الناس حاسه ان مش ده المستوى بتاع الفريق بالظبط بحجم هذه النجوم. لكن بايرن اعتقد سواء في الدوري او في الشامبيونز ليج، يعني بايرن لسه قدامه شويه على ما نلاقي حد يقدر يقفه في البوندس ليجا. لكن في الشامبيونز ليج ليفربول يقدر يجاري بايرن جراه قبل كده، مانشستر سيتي يقدر، باريس سان جيرمان نفسهم يقدروا. يعني الامور بتبقى حسب الحاله نفسها في الوقت. يعني انت قلت على باريس سان جيرمان يعني مش الاداء المتوقع من الناس كلها بعد الاسامي الضخمه دي، على فكره دي عايزه او ده لغز محتاج يتشرح، لان فعلا ناس كتيره جدا كانت متوقعه حاجه ثانيه. انا بتكلم عن اداء عام مش يعني في دوري الابطال تحديدا. باريس سان جيرمان ماله؟ يعني مش ده اللي احنا كنا متوقعينه اطلاقا. هل فكره وجود اكثر من نجم بشكل كبير يعني له تاريخ كبير كمان اصبح شيء مضر اكثر ما هو نافع؟ يعني ساعات الحاجات دي ساعات بتبقى مضره وساعات يعني الطبيعه تبقى مفيده، لكن هي ساعات بتبقى مضره لو النهارده المدرب مثلا مش على قدر الامكانيات يعني او اللعيبه ممكن تكون حاسه ان المدرب اقل شويه من ان هو يبقى موجود مع الفريق، زائد ان كل لاعب في الفريق ده حصل مع ميسي شويه يعني ده كل لعيب. يعني النهارده ميسي عنده تطلعاته، نيمار عنده تطلعاته، مبابي عنده تطلعاته، هم في الملعب بيحاولوا يساعدوا زي ما شفنا لقطه ميسي ومبابي في موضوع ركلات الجزاء اللي كانت في ماتش دوري الابطال، وده بيسيب ده يشوط وبعد كده ميسي يسيب امبابي يشوط رغم ان كان ميسي ممكن يجيب اول هاتريك ليه مع باريس سان جيرمان. ولكن الواضح ان باريس سان جيرمان محتاج، ممكن يكون محتاج مدرب اقوى شويه من الموجود حاليا بحيث ان الشكل يبقى افضل، لان فنيا ولا شخص يعني شخصيا الاثنين. ما في الكوره دلوقتي لازم كل حاجه تبقى موجوده. ممكن المدرب على فكره يبقى كويس كفنيا وشخصيا، ممكن الموسم اللي بعده هو نفسه يكون تعب او مرهق في حاجه تقل على حاجه. في حاله باريس سان جيرمان بصفه خاصه اللي محتاجين حد ذو قدرات
ويعني ايه عنده شخصيه طاغيه قوي عشان يعرف يسيطر على النجوم دي بالظبط ويطلع يخلي في كل واحد فيهم يطلع يعني يطلع افضل ما عنده اللي يبقوا مع بعض للفريق لان برده مبابي دلوقتي خلاص هو واحد بنتكلم فهو بيلعب وكل الناس عارفه ده اخر موسم ليه مع الفريق نيمار وميسي الفكره النهارده ميسي ازاي حتى الان ميسي ما جابش اي هدف في الدوري الفرنسي فهم متصدرين ومحجره معاه جامد وبنسبه كبيره هم هيكسبوا يعني الدوري الفرنسي مش هيبقى مش هيخرج صعب قوي ان هم ما يكسبوش ولكن الناس مستنيه تشوف يعني باريس سان جيرمان حاجه كده اللي هو ايه طيارات في الملعب ايوه بالظبط كنا بنقول كده والله بالمناسبه الكلام عن باريس سان جيرمان عايز اسالك على حاجه بره بقى اطار الكلام عن الدوريات فكره راس المال العربي ودخوله بمنتهى قوة في المعترك الكروي الإنجليزي كمان بصفة خاصة وحصل طبعا مؤخرا زي ما انت عارف الجهاز الصندوق السيادي السعودي لما اشترى نيوكاسل النوع ده من الأمور بتشوفه ازاي؟ يعني هي كل طبعا بلد أو دوري والظروف فيه يعني مختلفة في إنجلترا التجربة بتاعت مانشستر سيتي هي تجربة ناجحة يعني ما نقدرش حد يقول ان صحيح. التجربة العربية في مانشستر سيتي كانت بس مجرد فلوس وخلاص لا لان مانشستر سيتي كان مختفي لسنين طويله وفجاه دلوقتي مانشستر سيتي هو واحد من اقوى الفرق في العالم اعتقد نيوكاسل بقى محتاجين نشوف التعامل معاه هيبقى ازاي لان برده بنتكلم في فريق بعيد وعشان كده خلي بالك جماهير نيوكاسل بعد ما اعلنوا عن الصفقه دي كل جماهير الانجليزيه لبسوا عقال وجلابيه واحتفل وعملوا هم كجمهور نيوكاسل رغم ان على فكره جمهور نيوكاسل كان ليه سوابق كتيره في العنصريه والهجوم ضد العرب محبوبين دلوقتي ليه لان هو شايف ان ده مصلحته فالنهارده هنشوف ازاي هل نيوكاسل بقى هنشوف هيبقى مانشستر سيتي جديد ولا ممكن يفضل ان هو فريق عادي في منتصف الجدول مجرد بس ان هي في فلوس موجوده ولكن لا تدار بالشكل الجيد ولكن انا اعتقد يعني ان نيوكاسل هيبقى يعني على الموسم الجاي ممكن يبقى قوه من القوى الكبرى في البريمير ليج ويعمل مفاجآت لان برضو الناس دي لما بتصرف فلوس الناس بتفتكر ان الناس بتحط فلوسها في الارض لا مش حد بيحط فلوسه في الارض فاكيد دي استثمارات وكله بيبقى عايز يعني هيصرف عشان خاطر بعد كده لازم هيكسب مكاسب سواء كانت فنيه او ماديه طيب يعني لو هنروح لميلان معلش احنا بنلف يعني مع بعض نتوقع ان هو يركز بقى في الدوري بعد برضو صعوبه موقفه شويه في دوري الابطال يعني انا اعتقد انا من وجهه نظري ان ميلان لازم يبقى كل تركيزه فعلا في الدوري دوري الابطال صعب السنه دي على ميلان حتى لو تاهل لدور ال 16 يعني الامور هتبقى صعبه كسكواد وك يعني ميلان بقى له اصلا فتره بعيد عن المعترك الاوروبي وكمان احنا كاهلاويه نحب ان هو يفضل بعيد لحد احنا ما نبعد بموضوع البطولات الدوليه لان ميلان اساس اللقب بتاع الاكثر تتويجا في العالم لما هو حط الشعار النادي الاكثر نجاحا عشان لما ريال مدريد كان هو نادي القرن فقال لك طب احنا النادي الاكثر نجاحا في العالم وحط القاعده اللي الحمد لله الاهلي استفاد منها وعدينا بيها برضو زي عندينا كده اللي هو نادي القرن نفس الفكره نفس الفكره هو لا ريال مدريد نادي القرن فميلان قال لك احنا النادي الاكثر نجاحا في العالم طب ليه انتوا الاكثر نجاح في العالم قال لك لان احنا اكثر نادي تتويجا بالبطولات القاريه وجه الاهلي الحمد لله خد اللقب ده منهم وعدى بيه شويه لحد ما ريال مدريد هو السيطر يعني فميلان اعتقد ان هو بقاله فتره بعيد عن الدوري الايطالي حتى كمنافسه والناس حتى كان ميلان زي ما قلنا كان في طي النسيان وده اللي بنقوله يعني برشلونه لو ما ادارته ما تدرجتش الامور ممكن تقعد فتره برشلونه زي ميلان كده يختفي وجماهيريته الناس حتى تنسى ان في بقى سيئه جدا دي بصراحه يعني. فميلان لا الافضل لميلان هو يركز بس في الدوري الايطالي ان هو يرجع تاني بطل للدوري الايطالي يستغل ان يوفنتوس متذبذب واعتقد الموسم ده هيبقى صعب شويه يوفنتوس انتر مش مستقر وبرده يعني الامور فيه مش افضل حال زي الموسم الماضي او حتى الموسم قبل الماضي هو نابولي ماشي بشكل جيد ولكن ميلان لو يعني ركزوا بس في الدوري الايطالي ممكن يرجع تاني بطل للكالتشيو جميل حلو جدا تعال نتكلم شويه بقى عن الاهلي ولا ايه رايك يا ريت طيب سريعا جدا جدا لان فاضل تقريبا دقيقتين انا هختم معاك بيه يعني الماتش يوم الاربعاء ان شاء الله وبدايه بقى الدوري والموسم الجديد والاسماعيلي توقعات كابتن ايمن ايه يعني نظريا وكل حاجه الاسماعيلي ليس في افضل حال وليس هو الاسماعيلي دايما كنا بنتكلم ان الاهلي والاسماعيلي الكلاسيكو بتاع الكره المصريه الاهلي مفترض ان في 7 لعيبه داخلين جداد على الفرقه دول قوه كبيره وتدعيم كبير يضيفوا للمجموعه القويه اللي موجوده
اداء النادي الاهلي، مشكلته بس شويه اخطاء دفاعيه كده، لو ركزوا فيها لا الامور المفروض تبقى اسهل، والاهلي يعني محسوم بقى انه الاهلي يقدر ان هو في اول ثلاث مباريات، حتى يعني طبعا مباراه القمه الزمالك هتبقى ختام قبل توقف نوفمبر، يقدر النادي الاهلي ان شاء الله ان هو يعمل نتائج جيده، ونتمنى ان هو قبل توقف نوفمبر يبقى معاه 9 نقاط كامله، وعشان بس دايما النتائج حتى لو مع اداء النتائج لما بيبقى فيها حاجه كده الناس بتبتدي تقلق، فلا الاهلي لازم يبقى ان شاء الله يحقق نتائج اللي هي تخلي الناس مطمنه وبتشتغل بشكل مرتاح ان شاء الله باذن ده، يعني ده يحصل ونشوفه بدايه من يوم الاربعاء. نورتنا بجد يا استاذ ايمن، شكرا ليك، نشوفك على خير باذن الله. باذن الله. هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع عشان نستعرض بقى في فقره السوشيال ميديا حضراتكم ايه الرسائل اللي بعتوها لمحمد صلاح. بل تاريخي من حضراتكم والله، يعني كم اهداءات وكلمات بعتنها او رسائل لمحمد صلاح، حاجه محترمه. خلينا نبدا بنشوف الفنانين قالوا ايه ونتكلم محليا وعالميا، ايه رايك نبتدي معك؟ مع النجمه الجميله نشوى مصطفى، حطت طبعا صوره جميله لمحمد صلاح وكتبت بتقول ابننا حبيبنا اللي مشرفنا ومفرحنا مو صلاح. وفنان الجميل محمد جمعه برضه حاطط صوره جميله لمحمد صلاح، بس بقى اختصر هو محمد جمعه قال لك ايه؟ قال لك خلص الكلام. الله. في كده اوقات كلمات تخلص لك الموقف بليغة. خلينا نروح لاوس برضه حط صورته مع محمد صلاح وقال اسطوره وفخر العالم، الله اكبر، ربنا يزيدك كمان وكمان يا عالمي. والتهامي بقى، التهامي بقى يا جماعه مش اهلاوي عادي، التهامي طبعا كان معانا هنا بس هو اهلاوي جدا، هو كاتب ابن مصر وفخر العرب ملك الكورة في العالم، ربنا يحفظك ويحميك يا صلاح يا حبيبنا. لو روحنا شوية عالميا خلينا نروح لسكاي سبورتس ونشوف صلاح نفسه كان بيتكلم ازاي يعني في لقائه بعد المباراة. قال I think I'm trying always to give my best، يعني بحاول دايما ان انا ابذل افضل شيء عندي for the team للفريق to win which is the most important thing، وده اهم حاجة يعني ان انا احاول احرز اهداف او اخلي الفريق ان هو يفوز، يعني ده كان اهم الكلمات اللي قالها امبارح بعد المباراة. ترينت ألكساندر أرنولد منزل لنفسه صورة مع محمد صلاح وكتب The best in the world، الأفضل في العالم، والتشامبيونز ليج بقى شخصية كتبت سؤال، السؤال بيقول How good is محمد صلاح؟ يعني إلى أي درجة محمد صلاح جيد؟ رائع. فالإجابات Hits hat-trick against Manchester United، سجل 3 أهداف وبالتالي أصبح hat-trick في مباراته أمام Manchester United. Scores for 10th consecutive game، بيسجل اهداف في يعني 10 مباريات على التوالي، 14 جول في هذه المباريات العشر. نروح بقى لحضراتكم ونبدا باستاذ عمرو السايح بيرد بيقول اسطوره، يعني ابو الزوم بيقول هو ملك يا ساده وانتظروا الكثير من المفاجآت، فالفرعون المصري اصبح جاهز لسحر وامتاع المشاهدين. الله عليك، شغل جميل. علي واد بيقول محمد صلاح رساله كفاح ومصدر الهام لكل شباب العالم، بالتوفيق دايما يا فخر مصر والعرب. ودير ديفل بيقول اسطوره بمعنى الكلمه. مصطفى فودة بيقول صباح الخير والسعاده يا استاذه نهاوند، انت استاذ كريم منورين قناه نادينا الحبيب، محمد صلاح ملك الدوري الانجليزي منذ حدث ذلك من 5 اعوام، لن ينتهي ذلك الا حينما تتوقف قدماه عن الركض على السلام في اراضي الانجليز، صلاح الافضل في العالم. وليد سعد بنعيش فرحة وسعادة وفخر مع ابن مصر الأسطوري، أحسن لاعب في الأرض بفرق كبير قوي بينه وبين أي لاعب تاني في العالم. ده مصطفى فودة برضو ماشي، صباح الخير والسعادة، لو نفس الكلمة. طب واللي بعديه محمود، خلينا نروح لأستاذ محمود الإيبة جلسريني الجديدة دي، بالتوفيق والنجاح إن شاء الله دائما. وأستاذ أحمد الحناوي الأفضل في العالم. مصطفى فودة مسكتش. والله مصطفى فودة مسكتش. يقول محمد صلاح بيعمل كل حاجة، هو أفضل لاعب في العالم حاليا بلا منازع ولا منافس، وهيحقق البالون دور يوما ما بإذن الله. رامي القليبي عالمي، هو من ناحية عالمي فعالمي. عالمي. أحمد سالم صباح الخير والسعادة يا أستاذة نهاوند، أنت أستاذ كريم من أوراق قناة نادينا الحبيب، محمد صلاح ملك الدوري الإنجليزي منذ حدث ذلك من 5 أعوام. ده تقريبا نفس الكلام ولا إيه؟ محمد سرحان الملك المصري فخر مصر الحديثة، محمد صلاح نموذج مصري حديث نفخر به ويفخر معنا العالم بأكمله. حلوة الجملة دي أوي. محمد أحمد ربنا يحميك ويوفقك، سوبر مو صلاح.
مصطفى السيد، صباح الخير، اقول لفخر مصر والعالم العربي اسعدتنا ورفعت راسنا وراس مصر، اتمنى لك التوفيق دايما من اجل حصد لقب الكره الذهبيه لافضل لاعب في العالم. ومحمد فاروق بيقول النجاح ما بيجيش من فراغ. عجباني بقى قوي الجمله دي بتاعت استاذ محمد، النجاح ما بيجيش طبعًا من فراغ. انت لخصت قصه نجاح ومشوار طويل حصلت كلنا يعني بنشهد عنها، يعني في 5 سنين كمان نقله فظيعه من طبعًا نجاح لنجاح دايما. والله يا مو خلينا نروح لفريده، هو بقى مشاركه نسائيه فريده علي، نحن نملك فنان مثال محمد صلاح، إذن نحن على قمة العالم بدون منافس، وبإذن الله الكرة الذهبية مصرية عن جدارة واستحقاق مو صلاح. ريت سعودي إسماعيل بيقول استمر يا أبو صلاح ودايما مفرحنا بإذن الله أفضل لاعب في العالم. رشاد محمد شاكر صباح وفل وياسمين لكريم ونهوان بالتوفيق مو صلاح، وان شاء الله افضل لاعب في العالم الكره الذهبيه من نصيبك. يعني هو بصراحه الوقت بيجري يا كريم، بس هو جري قوي بعد يعني للاسف، للاسف الشديد الوقت بتاع الحلقه كلها خلصت، فنشكركم على المشاركه دي ومره تانية مبروك علينا جميعا وبس. حلو كده، حلو كده، بارك الله في بلدك. نشوفكم على خير بكره ان شاء الله وحلقه جديده و10 صبح في الاهلي. صباح الفل.